يمكن أن تكون الأذن المسدودة واحدة من أكثر الأحاسيس المزعجة الموجودة، ويمكن أن يرجع انسداد الأذن إلى أسباب مختلفة مثل تغيير الضغط أثناء الرحلة لأننا على ارتفاع أمطار عديدة على سطح الأرض، أو أن الماء قد دخل إلى الأذن، أو قد يكون الانسداد بسبب تراكم الشمع داخل الأذن. على أي حال، نعرض لك في هذا المقطع بعض الطرق لتتعلم كيفية تنظيف الأذن المسدودة بأمان. ولكن مهما كانت الطريقة التي تستخدمها لتنظيف الأذن المسدودة في المنزل، افعلها بعناية، فالأذن من الأعضاء الحساسة للغاية. بالإضافة إلى ذلك، إذا لم يتحسن الانزعاج أو ازداد سوءاً، وكذلك إذا كان انسداد الأذن مصحوباً بأعراض أخرى مثل الألم الشديد أو الحمى أو القيح، أو كنت تشعر بالدوخة، يجب عليك استشارة أخصائي لتحديد السبب ووصف العلاج المناسب. أولاً، إزالة شمع الأذن عند الاستحمام. إذا كنت تريد أن تفعل شيئاً جيداً لأذنيك، فيجب أن تتخلى أولاً وبأي حال من الأحوال عن أواد التنظيف أو الحلقات المعدنية أو أي أشياء صلبة أخرى. وأفضل طريقة لتنظيف الأذنين هي ترطيبها بكمية قليلة جداً من الماء عند الاستحمام في مقدمة قناة الأذن، ما يعمل على حل الشمع المتصلب. وفي الخطوة اللاحقة، لف منديل ورقي وجفف المكان برفق وعناية. ثانياً، شمعة الأذن. يمكن أيضاً تنظيف الأذن المسدودة في المنزل باستخدام ما يسمى بشمعة الأذن، إذ يتم إدخال الطرف غير المتوهج في الأذن لتولد ضغطاً طفيفاً، ما يعمل على حل الشمع المتراكم داخل الأذن. لكن يجب توخي الحذر تماماً، فمن السهولة أن يصاب المرء بحروق في الوجه، حتى أن الكثير من الخبراء ينصحون المبتدئين بالابتعاد عن هذه الطريقة. ثالثاً، استخدام زيت الزيتون. تستطيع تنظيف الأذن عبر تدفئة قطرات قليلة من زيت الزيتون، ثم تنقيط القطرات في الأذن مع تميل الرأس وتركها في الداخل من 10 إلى 15 ثانية. يمكنك تكرار هذه العملية مرتين يومياً، فهي تساعد على تنظيف الأذن بالكامل خلال أيام. رابعاً، المضغ. في الحقيقة، فإن الأذن تنظف نفسها تلقائياً، فعندما يمضغ الإنسان بقوة، فإن عضلات الفك تحرك الشعيرات الدقيقة داخل قناة الأذن، وتبدأ بنقل الشمع الزائد إلى الخارج. فيمكنك مضغ العلكة لتنظيف الأذن المسدودة، ومنعها أيضاً من الانسداد. خامساً، احبس أنفاسك. هناك طريقة أخرى لفتح الأذن وموازنة الضغط الذي يسبب إحساساً بانسداد الأذن، وهي حبس أنفاسك. للقيام بذلك، استنشق الهواء بعمق، وقم بتغطية أنفك بيدك، واستخدم القوة لمحاولة إخراج الهواء من خلال أنفك مع إبقائه مغطى. في النهاية، لا تستخدم أعواد قطنية لأنها قد تدفع الشمع إلى داخل الأذن، مما يزيد من خطر الإصابة بالعدوى. وإذا كنت قد جربت تلك الطرق عدة مرات ولا تزال الأذن مسدودة، فيجب عليك استشارة أخصائي، فقد يكون من الضروري إجراء تنظيف احترافي. أيضا، إذا تراكم الكثير من الشمع في قناة الأذن بحيث تشعر بضغط ما داخلها يؤثر على درجة السمع، فلا يمكن التخلص منه في بعض الحالات إلا بمساعدة طبيب الأنف والأذن والحنجرة.